جماعة الخير أمس ريماس السبيعي اتصلت في نص الحلقة أعطتنا مفاجأتين. المفاجأة الأولى قالتها أمس أنها أعلنت عن قيمتها المالية اللي معاها جابتها لنا كجائزة، واليوم مفاجأتها الثانية لأنه أمس ما زبطت أنها تطلع أمس. بتعرفون ليش؟ الآن فورا. مين معانا؟ رغد؟ أهلا. من وين تكلمين يا رغد؟ من أطهى. تابعتي حلقة أمس؟ ايوه. وش قالت ريماس؟ قيمة عالية اتوقع. امس قالت مفاجأتين عندها صح؟ بيس 1500 اتوقع. لا مو قيمتها المالية، امس هي قالت عندي مفاجأتين صح؟ اي صح. المفاجأة الأولى كانت وش؟ انها قالت كم القيمة المالية اللي معها صح؟ 1500 صح. المفاجأة الثانية وش كانت؟ ما تدري، قالت في نهاية الحلقة صح؟ لا ما اتوقع. يعني ايه ما قالت. فاليوم المفاجأة صارت من حظك انت يا رغد. انت اخترتي مين؟ ريماس السبيعي. وكم كانت القيمة المالية اليوم؟ ما ادري والله. شلون؟ انت اختاري ريماس كذا عشوائي؟ بصراحة لا ما اخترتها عشوائي. اجل ليش؟ عشان المفاجأة الثانية. اها ما مداني اشوف البورصه. طيب احنا في بدايه الحلقه ترى عرضنا القيمه الماليه اللي مع ريماس، كانت 2000 ريال كاش. وشو هذه؟ شهقه الفرح. طيب لسه ما شفتي شيء؟ في شهقه ثانيه خبيها، خليها شوي. نروح السوق نشوف الهولوجرام. يلا يا ريماس تعالي قولي المفاجاه. السلام عليكم. ترى ما في سؤال، بس فزت معنا بمبلغ مالي، مبروك، مع السلامة. الله، مبروك 2000 ريال وبدون سؤال ولا خيارات ولا وقت، 2000 ريال كاش، مبروك عليك. الحمد لله يا رب. مبروك. شكرا للمقدمين، شكرا للرمان. ما سمعناك، وش تقولين يا رغد؟ أقول الشكر لكل اللي في المتعاونين، يعني في الحلقة والريماس بعد. تستاهل ريماس، ترى هذه سابقة لم تحدث في هولوجرام أن سؤال نهاية الحلقة يطلع مباشرة بدون سؤال ولا إجابة ولا حتى وقت. مبروك عليك 2000 ريال مقدم من برنامج هولوجرام، أخذتيها من بورصة النجوم مع ريماس السبيعي. شكرا أيضا لريماس، شكرا لكل من أجاب عبر هاشتاق البرنامج، لكل من اتصل، حظا أوفر.